نجي هلا على الترانسفورميشن. يعني قبل شفنا بالشابتر 2 عدة أنواع من اللاتيتيود إذا بتتذكروا، وشو العلاقة بيناتهم، بس كنا عم نشتغل على اللاتيتيود، ما كنا عم نشتغل لا على اللامدا ولا على الاتش. فهلا بهيدا بهي البارت بنحكي على ترانسفورميشن. عندنا ثلاث انواع ترانسفورميشن بنشتغل عليهم. عندنا بين ريديوس والكارتيزيان كوردينيت، وعندنا بين جيوداتيك والكارتيزيان كوردينيت. هلا هون هيدي مثل يلي تحت، بس وحده باتجاه وحده باتجاه ثاني. وبدي اقول لكم هودي الانواع ترانسفورميشن كثير بنستعملهم بالجيوليزي وبالجي بي اس وبالماب بروجكشن. اكيد كل شيء له علاقه بالترانسفورميشن من كوردينيت سيستم للثاني بدي امرق بهودي. فنرجع نتذكر شوي اللاتيتيود، رح فرجيكم ونرجع نشوف اللي اوريدي شفناه بشابتر 2 وقتا كنا عم نحكي على انواع اللاتيتيود. هون هون كان عندنا استرونوميك لاتيتيود، هون ما راح نعوزها هلا. بيرجع من بعد عندنا هيدي على الريديوسد لاتيتيود البتا، وعندنا البساي على الجيوسنتريك لاتيتيود، وعندنا الفاي على الجيوداتيك او جيوغرافيك لاتيتيود. هون راح نشوف انه راح نستعمل، راح يمرق معنا كمان كثير اللامدا. تعال نجي لهون. اول شيء هون عم نرجع عم نتذكر شو هن شو عندي كارتيزيان او شو الالمنتس تبعهم. راح نشوفهم هون دايركتلي بهيدي الصوره. الفرق بين هيدي الصوره والانيميشن اللي شفناها من شوي يلي هي ها، انه هونيك البلان اللي شفناه او البروفايل اللي شفناه كان كانه بس هيدي الميله مطرح الايد. انا كان بهم بس اشتغل على اللاتيتيود. يعني تنجي نفهم الرسمه كلها، انا عندي هيدي الاو، هيدي الزد هي الروتيشن تبع الارض، هيدي الواي هي جرينويتش، وعندي هيدي سوري هاي الاكس اللي جرينويتش، وهيدي الواي بيربونديكولر عليها، وهيدي البلان زد او اكس هو البلان تبع جرينويتش. وهون انا عندي بوينت حيلا بوينت بدي اياها انا، مثل ما حكينا هون هذا على هالميريديان هو بيمثل البروفايل اللي شفناه بالصوره يلي قبل. هيدي الاي اذا بروح دايركتلي على السنتر عند الابساي اللي هي الجيوسنتريك، اذا انا هي ذات الاي يلي موجوده على الابسويد بعمل لها ريديوس سيركل، هيدا عم تشوفوه هو سيركل. هي السيركل الاي بروجكشن لفوق بارلل على الزد بتتلاقى ب A1، واذا بعمل لها بروجكشن لتحت على البلان تبع الايكويتر، هي هون بلان الايكويتر عند ال A برايم، واذا بروح على الاكس تبع الروتيشن عندي A سكند. وهون قلنا اذا انا عم باخذ على السيركل يلي هي ال A اللي عم تنزل لهون، انا حيكون عندي بتا اللي هي الريديوس لاتيتيود، وهال A اذا باخذ الاي برايم هون بكون انا عندي الكارتيزيان كوردينيتس تبعهم يلي هن الاكس واي والزي. وعندنا بعد هيدي هون الار، هيدي الار هي بتمثل الراديوس تبع السيركل تبع البارالل، يعني كمان شفناه بالباراجراف يلي قبل وقتها كان عندنا هاي الانيميشن. انا هون عندي البوينت هيدا الميريديان اللبس يلي عندي هون على هالبوينت، انا في عندي هيدا السيركل اللي هو البارالل يلي عنده راديوس ار. هلا قبل كنا هون بالرسمه كنا مسمينه بي، هون هلا مسمينه ار بس هي ذاتها. وبلاس انا هون اذا بتذكر انا عندي الاكس او اللاند تبع الاليبس الكبير الميجر اكس هي الاي، من هون لهون بتكون اي، وكمان اذا انا عم باخذها لهون هي كمان اي، لانه هيدا اخذته سيركل. وبلاس بضل في اخر شغله بالاحرى اخر شغلتين بدنا نحكي عنهم، انه انا عندي هيدا البلان كله هون على فكره، هيدا هيدي وهي هودي كلهم فرد بلان زي حين كلهم عن الانجل تبع جرينويتش انجل لامدا
يلي هي اللونجيتيود، يلي هون حنركز عليها زياده عن ايش كنا عم نشوفه قبل. هون ضل في شيء زياده يلي هي اللاتيتيود، يلي هي هذا اللاين الازرق، هي بيكون بيربونديكولار على الاليبسود، يعني هذا الارك وهي اللاين بيربونديكولار. ونفس الشيء بيربونديكولار هيطلع عندي هيدي اللامدا، هيدي الفاي، وهون كمان هيدي الار البارالل بتعمل انجل الفا مع هيدا، سوري فاي مع هيدا اللاين. هيك بيكون هالرسمه وانس فهمناها بيكون كل شيء باقي بنشتغل فيه بالترانسفورميشن. هون بهودي الثلاثه باراجراف بيكون هين علينا. وهون بدي اياكم تعرفوا انه هودي الباراجراف ثلاثه هن كتير ريليتد لبعض، يعني بنجي من ورا واحد نفهم اللي بعده واللي بعده. فهون برجع بقلكم انا كل شيء فورمولا او ايكويشن بدي استعملهم هن كله انا بكون عم بعمل ريليشن بين بعض، يعني في اشي رح تشوفها مرقت معنا بالشابتر 2 حنستعملها هون كمان، واشي مرقت معنا هون بهيد شابتر حنعملها لينك بين بعضها. فاذا انا هون عندي بقلب التريانجل هي في عندي هيدي الفورمولا، عم بيجي هون كل شيء عم بشتغله تريجونومتري، ما عندي شيء زياده. هون الاي اي برايم يلي هي هون، سوري الاي اي برايم يلي هي الزد تبع الاي، يلي هي او اي برايم تانجنت بساي، هذا الشيء مارق معنا قبل. ومن وراء الفورمولا تبع تشابتر 2.6 و 3.7 عندي انا زد او زي، هيدي الزي انا عندها اثنين فورمولا بحطهم وحده ايكوال الثانيه، بوصل انا بالاخر للاكس الواي والزي. الاكس والواي عندي اياهم من هون، هودي جبتهم من البلان تبع الايكويتر يلي هي اكس او واي، اخذتهم من هون. وهيك انا فاينلي بيكون عندي هالريليشن. لاحظوا انا هون شو عندي، مثل ما حكينا هيدي الاكس كارتيزيان والواي والزي كارتيزيان، مقابلها شو في عندي؟ عندي البتا يلي هي ريديوست لاتيتيود يلي هي هون. هلا بدي الاقي ريليشن بين الساين بيتا والكوساين بيتا والفاي. انا هون ماني عايزهم دايركتلي بهذا البارت من الكورس، بس انا راح عاوزهم بالبارت يلي بعده. فتنشوف شو في عندنا. نحن بالباراجراف يلي قبل من التيوريم دومينيه او ميزنير تيوريم، في عندي الـ A A second A A second equal R يلي بعد نفرجيكم اياها انا، انه هي السيركل يلي عندي اياه فوق، السيركل تبع الميريديان equal R equal N cosine phi. بنرجع للتيورم يلي قبل، يعني يلي هو شفناه هون وبهيدا وبهيدي البارت، هي اللي مش مهمة في يرجع لها بالفيديو يلي قبل او بالبارت من الفيديو يلي قبل. كنا صرنا هون. في عنا الـ O A prime هو على الرسمة equal R equal A cosine beta يلي هن هون O A prime equal R equal A cosine فاذا هيدي طلع عندنا هلا اخر شيء، انه هيدي عندها صار عندنا اثنين فورمولا لهم، صار عندنا a كوساين بيتا ايكوال n كوساين فاي ايكوال كمان a اوفر w كوساين فاي. فاذا انا بحط هي البارت ايكوال هي، وانا الـ a هون بشيلها بكون اختصرتها من هون ومن هون، فيطلع انا عندي الكوساين بيتا هيدي هون عندي اياها فاينل. وبلس اذا بنرجع لتشابتر 2 للريليشن بين اللاتيتيود، انا في عندي تانجنت بيتا ايكوال اي ايكوال بي اوفر اي، يعني ارجع شوي فيها لورا شوي
افرجيكم اياها، هي هون هيدي انا 2.226 هاستعملها تحت يلي هي هون. وهون بكل بساطه محل التانجنت حطيت ساين اوفر بيتا اوفر ساين اوفر كوساين يلي هي التانجنت، وكملت الكالكوليشن على اساس انا بدي ساين بيتا. توصل انا بالاخر فاينلي لهودي الريليشن يلي بدي اياهم يلي رح نستعملهم بالبارت يلي تحت. نجي على ترانسفورميشن بين جيوتاتيك اند كارتيزيان كوردينيت. هلا هيدي ترانسفورميشن هي مثل يلي بعدها، بس الفرق انا هون عم بشتغل كارتيزيان اكوردينج تو جيوتاتيك. ليش انا بدي اياها؟ لانه طب قولوا الروحه مش مثل الرجعه. يعني هون انا بيكون عندي الاكس من مال اكس واي زد، بدي مقابل اجيب لامدا وفاي. هون منه شيء صعب، بس انا بالعكس هونيك رح يكون عندي مشكله وراح اعوز الجا لشيء اسمه ايتريشن. هلا بنشوف شو هي. تنبلش بهيدي، انا رح استفيد من الايكويشن طلعوا معي قبل يلي هن هون x والy. لاحظتوا x وy رح حطهم هون x وy، بس انا الفرق هون بدي استعمل الكوساين بيتا والساين بيتا، بدي احطهم بهالفاليو هون عندي فاي، وانا بحطهم بقيمتهم. طب بالاخر انا هون بكون انتهيت من قصه الx والy، بضل في عندي z. برجع انا هون اذا بنرجع لتشابتر 2 ايكويشن 2.17 2.23 في عندي ها وعندي ها، هودا جايبين قبل، بحط وحدة equal تاني وبعمل هون ال calculation تبعي، برجع بضربهم ب a تيطلع عندي هيدي z. وأنا plus كان في عندي جايبين نحنا إنه عنا ال n هي normal equal a over w، وهيدي ال e eccentricity يلي عنا إياها كان بال ellipse بالchapter 2. بنحط كل شيء بقيمته بيطلع عنا هيدي الزد. فاذا هيدي الزد زي اي يلي هي ها، وهودي طلعناهم من هون، بتكون عملنا ترانسفورميشن ها بكل بساطه. بس هلا الفكره وين؟ انه نحن كنا معتبرين انه هون الاتش او الاي موجوده دايركتلي على الاليبس، بلكي موجوده بشي مطرح بالسبيس، مفروض هيك. انا بس احكي انه انا النقطه موجوده على الاليبسويد تقريبا كاني عم بقول انه هي موجوده على مستوى سطح البحر. هون اكيد بنتبه على فكره الجيود الاليبسويد، بس هي كفكره كديتون بيكون الاتش ايكوال زيرو. انا عندي نقطه هون بالسبيس بدي زيد عليها هيدي الاكس والواي والزي، بدي نغيره بدي تعلى، فانا بدي اخذ الاتش يعني كانه ارتفاع عن سطح البحر بس حسب الديتوم. هيدا نهون الامور، وانا بدي اخذها انتو كونسيدريشن. شو بدي اعمل؟ عندما تكون الفالي هون بدها تكون هون او فوق او هون، مش على طول هون. شو بدي اجي اعمل؟ عندي انا 3.7 و 3.8، شو في عندي؟ رح نرجع لهم تنشوفهم. هيدي 3.8 وهيدي 3.7، هودي كلهم بس نكون فاهمين هيدي، الباقي كله بيكون كتير هين. حطيناهم بقيمتهم، بس انا هون زدت عندي الاتش، يعني بتلاحظوا انا عندي هيدي الفاينل ايكويشن كثير او فورمولا كثير بتشبه هيك. لاحظوا معي، بس الفرق انه انا هون اخذت الارتفاع بعين الاعتبار. هيك انا بكون بهيدي الريليشن تعلمت كيف بدي انتقل من كارتيزيان لجيوداتيك كوردينيت. او بالاحرى من جيوداتيك لكارتيزيان، يعني او انا بدي يكون عندي ال
الكارتيزيان اكوردنج للجيوداتيك. بهالمعنى بده يكون عندنا اياها. هلا باللي بعدها بده يكون بالعكس. انا عم بعمل رجعه بالعكس. هون ما بنعوزن اكثر شيء، بس انا اكون بالجي بي اس او الماب بروجكشن عم بنتقل من سيستم للثاني. هودي شوي لقدام بتصيروا تشوفوهم. فانا في مطرح بدي استعمل هيدي، وبمحلات تانية بدي استعملها. هلا هون انا ما عندي دايركت فورمولا مثل هون، هون ما عندي دايركت فورمولا، فبدي اروح على شيء انا بيعطيني ابروكسيميشن. هالابروكسيميشن برجع بعيدها، بستعمل زد الفاليو وبحسن الريزلت اللي بتطلع عندي، بستعملها مره 2 3 10 الى اخره قد ما بدي. فانا هودي التحسين مره واثنين وثلاثه، هذا هون بنسميه ايتريشن. فانا بكون عندي ابروكسيميت فاليو برجع بصير حسن فيها. تاني نجي هلا نشوف شو في عندنا هون بالتفاصيل تبعهم. اول شيء انا بدي اجيب اللامدا، يعني قبل لاحظوا انا كان عندي اكس واي زي، هلا بده يكون عندي لامدا فاي اتش. اول شيء بالنسبه لللامدا هي هون طلعت عندي اهين شيء، انا بدي عندي الواي وعندي الاكس. بقدر اجيب التانجنت الفا، واكيد ارك تانجنت بقدر طلع اللامدا يلي هي اللونجيتيود. تنروح هلا على البقوة. انا من ال 3.13 شو عندي فيها؟ مثل ما قلنا كل شغله عم بتكون بيلد على الثانيه. بدي استعمل انا ها شو بيجي بعمل انا الديستنس تبعي اكس وواي هي هيدي سكوير بلس هيدي سكوير مثل ما عم نشوف هون. فانا كل وحده بحطها بقيمتها، الاكس بحطها بقيمتها والواي بحطها بقيمتها، بعمل كالكوليشن تاوصل لهون هيدي equal ها. سوري بس لهون ها. هون بحط الراديكال، يعني هون ال2 وال2 بيطيروا مثل ما شايفين هون. برجع بقسمها، بعمل ديفايد لاتنيناتهم باي كوساين فاي. هون هي الكوساين فاي هون طارت، وبحط ال h equal ها. ماشي، هاي اخذتها لهون وهي رديتها لهون. هون طلع انا عندي ال h. هلا الفكره انه ال h انا في اعمل لها كالكوليشن من ال z، بس كون عم بحكي هيك يعني هيدي ال بقدر طلعها من ورا ال z. بس عشان تكون الفاي ديفرنت تو زيرو، ما تكون على الايكويتر. فبيطلع انا عندي هون الزد بلس، طب احرق بمطرح ثاني. انا مثل ما هون عملت ديفايدنج للبوث سايد باي كوساين فاي، انا هون بعمل لهم بضربها ب ساين فاي تنشوف شو بيطلع عنا. وهيك انا بيكون صار عندي تانجنت. هلا لاحظوا انا مشكلتي وين؟ انه انا ال h والفاي اثنيناتهم في محلات انا ما بعرفهم. فانا من هون فكره انه بجيب فاليو لوحده، برجع بعمل iteration وبطلع اللي بعدها واللي بعدها. هون كمان انا عندي من ال z ب 3.13، كمان نرجع لل z الفورمولا اللي طلعت معنا. جاب لكم هيدي كتير حتستعمل معكم بالجي بي اس والجيوديزي بالماب بروجكشن. هيدي الزد كمان بعمل لها كالكوليشن توصل لهم. بوصل بالاخير لهيدي تانجنت فاي.
هلأ في حال كانت الـ h equal 0 اللي أنا على الإليبس، أنا في استعمل دغري ها. وهيك بيكون صار عنا الفكرة الكافية عن أنواع transformation. رح نعمل ريكاب سريعة بطريقة تانية للشيء اللي أخذناه هلا بهودة ثلاثة باراجراف أو أوريدي شفناه هون. أوكي هون أنا عندي من الـ reduced للكارتيزيان كوردينيتس، هالرسمة شفناها من شوي بس هون هيك بشكل غير ظبطهم، هاي الريزلت اللي طلعت معنا. هون عم نشوف كيف اشتغلنا تنطلع الريليشن بين جيوداتيك وكارتيزيان، بس هون الكارتيزيان according to جيوداتيك، هون كيف وصلنا لها مع الاتش وقت زدنا الاتش، وهون كيف جبنا كمان جيوداتيك والكارتيزيان بس جيوداتيك according to كارتيزيان. هون اللي كنا عم نحكي عن الايتريشن مثلا مثل هون الفا 0 الفا 1 الى اخره.